متواصلة والفعاليات مستمرة على أرضية ميدان التحدي بتحديات منافسات الكبار وشوطنا الثالث والزميل سلطان السعيدي. شكرا لقريبي بجابر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. أعزائي المشاهدين متابعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في منافسات هذا المساء مع هجني أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في انطلاقات ومنافسات سن الحيل والزمول في آخر أيام سباقنا المحلي السابع، حيث ينطلق مشاهدين الكرام في هذه الأثناء شوطنا الثالث من أشواط ومنافسات هذه الأمسية التي تجمع هذه المؤسسات العملاقة، مؤسسات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة على أرضية ميدان الشحانية في هذا المساء الاستثنائي الجميل في هذا المساء الماطر هنا على أرضية ميدان الشحانية. ينطلق هذا الشوط الذي يحمل لنا منافسات سن الحيل، ونبدأ مباشرة مع المركز الأول مع الصدارة الأولى لنتابع مقدمة الشوط. البندقية مع المركز الأول بشعار هجن الشحانية بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل من يقدم البندقية على مقدمة هذا الشوط، ومع المركز الأول بينما على ثاني المراكز مشاهدين الكرام أتابع التواجد من أبعاد لسعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك الثاني مطر بن مبارك الوهيبي من يتابعها في عملية التضمير. ناخذ المركز الثالث ونتابع التقدم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام من شعار هجن الشحانية القادم من خلال تقدم أنقرة على المركز الثالث في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية، وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم أنقرة على المركز الثالث والمركز الرابع. الاسم القادم في هذه اللحظات من وصلت بيان وخذت المركز الرابع بشعار سعادة الشيخ ناصر بن علي بن أحمد آل أحمد الثاني إبراهيم بن عبد الله بن إدريس من يتابعها في عملية التضمير. ناخذ المركز الخامس في خامس المراكز مشاهدين الكرام، نتابع في هذه اللحظات مع المركز الخامس الشادن القادمة بشعار سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء للمراكز الخمس المتقدمة في هذا الشوط. ما شاء الله أمطار الخير والبركة الآن تهطل هنا على ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. العودة إلى المقدمة إلى الصدارة. العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول مشاهدين الكرام لنجد ونتابع البندقية في المقدمة في الصدارة تنطلق بالمركز الأول بمقدمة هذا الشوط بشعار هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يقدم البندقية مع المركز الأول المنطلقة مع البداية الأولى، بينما في المركز الثاني تواجد من أبعاد مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك الثاني مطر بن مبارك بن محمد الوهيبي في المتابعة في التضمير، بينما أنقرة على مستوى المركز الثالث تتقدم بشعار هجن شحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع وهنا بيان عليها الرقم 4 وهي في المركز الرابع تتقدم بشعار سعادة الشيخ ناصر بن علي بن أحمد الثاني إبراهيم بن عبد الله بن إدريس في المتابعة في التضمير. والمركز الخامس خامس المراكز الشادن لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود الثاني تنطلق مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل للمراكز الخمس المتقدمة في هذا الشوط، وهناك أيضا أسماء قادمة حاضرة في هذا المسار الجميل في هذه الأمسية على ميدان الشحانية، أمسية استثنائية بالفعل في أجواء ماطرة الآن من ميدان الشحانية نتابعها عبر الهواء مباشرة من خلال هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية. ما شاء الله وتبارك الرحمن نتابع مسار هذا الشوط ونتابع
هذه الانطلاقة مشاهدين الأعزاء ثالث أشواطنا المسائية الذي يسير هنا بين جنبات هذا الميدان في منافسة حاضرة مع هذه الشعارات. تابع هذا المشهد المميز وهذا المشهد الرائع وهذه الانطلاقة التي تحمل لنا تحديات البداية من خلال تقدم البندقية على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. البندقية في الصدارة بشعار هجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يقدم لنا تحديات الصدارة من خلال تقدم البندقية على المركز الأول. بينما في المركز الثاني التواجد من أبعاد مع ذان المراكز القادمة بشعار سعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك الثاني مطر بن مبارك بن محمد لوهيبي في المتابعة والتضمير. المركز الثالث مشاهدين الكرام التقدم في هذه اللحظات من أنقرة مع ثالث المراكز بشعار هجن شحانية وبمتابعة وتضمير المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا أنقرة على المركز الثالث. المركز الرابع تواجد من بيان لسعادة الشيخ ناصر بن علي بن أحمد الثاني إبراهيم بن عبد الله بن إدريس في المتابعة والتضمير. المركز الخامس مشاهدين الكرام لا زالت هناك مشاهدين الشادن لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني متواجدة مع خامس المراكز. هذه الخمسة المراكز مشاهدين الكرام لا زالت كما هي حتى هذه اللحظات والقيادة مع البندقية التي روحت بتحديات البداية. نتمنى السلامة والتوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة في هذا المساء الجميل في تحديات سن الحيل والزمول وانطلاقات ختام سباقنا المحلي السابع الذي يأتي بصورة جميلة من خلال هذه الأمطار هنا على أرضية ميدان الشحانية. بالفعل هذه الأجواء الماطرة في ختام سباقنا المحلي السابع هنا مشاهدين الأعزاء. هذا هو المنظر الرائع والمميز من خلال هذه الانطلاقات والتحديات. العودة إلى البندقية في الصدارة في المركز الأول تتقدم بشعار هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يقدم البداية الأولى يقدم الصدارة من خلال تقدم البندقية على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. بينما على المركز الثاني تحركت في هذه اللحظات بيان بشعار سعادة الشيخ ناصر بن علي بن أحمد الثاني إبراهيم بن عبد الله بن إدريس من يتابعها في عملية التضمير. ناخذ المركز الثالث والقادمة أنقرة القادمة في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية التي تأتي مع ثالث المراكز بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا أنقرة على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدين الأعزاء وصلت وتقدمت أبعاد المملوكة لسعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك الثاني مطر بن مبارك بن محمد لوهيبي من يقدمها في عملية التضمير والتدريب. بينما على المركز الخامس مشاهدين الكرام المركز الخامس مشاهدين الكرام تتقدم في هذه اللحظات شادن المملوكة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود الثاني مع خامس المراكز ولكن بمعية شادن. يأتي الوصول في هذه اللحظات مشاهدين الكرام من قبل الجازي القادمة بشعار هجن المرقاب علي بن سالم بن حمد المالكي بدأ يقدم لنا الجازي في هذه اللحظات على مستوى المركز الخامس. وهذه الأسماء التي تأتي خلف الجازي أيضا وتتقدم هنا مجموعة كبيرة خلف الفايف ستار في منافسات هذا المساء. العودة إلى مقدمة الشوط العودة إلى المركز الأول إلى الصدارة والبداية. يا سلام يا البندقية من تتقدم في الأداء الممتاز وتنطلق بالمركز الأول الحاضرة بشعار هجن الشحانية وبمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل أبو محمد من يقدم تحديات البداية من يقدم لنا البندقية على المركز الأول مع الصدارة مع مقدمة هذا الشوط. بينما على المركز الثاني في ثاني المراكز مشاهدين الكرام أتابع أنقرة القادمة بشعار هجن الشحانية على مركز الوصافة تتقدم في هذه اللحظات وبقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم أنقرة على المركز الثاني. المركز الثالث بيان المملوكة لسعادة الشيخ ناصر
الصدر بن علي بن احمد الثاني، ابراهيم بن عبد الله بن ادريس في المتابعه والتضمير، بينما على المركز الرابع وفي رابع المراكز مشاهدين الاعزاء نجد ونتابع ايضا الانطلاق والحضور من ابعاد لسعادة الشيخ جاسم بن احمد بن مبارك الثاني، مطر بن مبارك بن محمد الوهيبي يتابعها في عملية التضمير. ناخذ المركز الخامس على خامس المراكز، وصلت ضيفي هذه اللحظات وبدأت تقدم الاسناد من خلال هذا الوصول الجميل من اجني الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، بدأ يقدم لنا ضي على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الاعزاء، وهذه الاسماء الخمسة المتقدمة في هذا الشوط، وهذه الامطار الحاضرة هنا في هذا المساء. الله 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 الله، العودة الى المقدمة، العودة الى الصدارة، الى مقدمة الشوط، الى المركز الاول لنتابع المقدمة البندقية على الصدارة وعلى مقدمة الشوط. لا زالت بالاندفاع الكبير وبالحضور المميز وبالشكل الرائع والفنان تتقدم بشعار اجني الشحانية، الشعار العنابي الذي يتصدر المشهد من خلال تقدم البندقية. هذه البندقية مشاهدين الاعزاء بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل يقدم امور الصدارة مع شعار اجني الشحانية، والمركز الثاني ينقر الحاضرة بشعار اجني الشحانية، هي الاخرى تحضر هنا في هذا المساء بتحدي واندفاع كبير بشعار اجني الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ولكن شوف التحديات ايضا مع ثالث المراكز في هذه اللحظات، هي التقدم والاندفاع من ضي من اجني الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الرابع بيان لسعادة الشيخ ناصر بن علي بن احمد الثاني، ابراهيم بن عبد الله بن ادريس. المركز الخامس تتقدم وتنطلق هناك الجازي من هجن المرقاب مع علي بن سالم المالكي، ولكن البداية المقدمة الصدارة. يا سلام، ما شاء الله وتبارك الرحمن، تابعوا هذا العرض الفاخر في الأمتار النهائية، مثل ما قالوا المثلث الذهبي يحضر عنابي في هذا الشوط مع هذه الأصايل، مع هذه الأصايل في هذا الجو المريب. الله 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 الله، بتصدر البندقية الحاضرة بشعار هجن الشحانية بقيادة المشاغب بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، من يقدم لنا البندقية في هذا الشوط، يقدم تحديات الصدارة من خلال هذا الاندفاع الكبير في الأمتار النهائية. على المركز الثاني ضي، وفي ثالث المراكز أنقرة، ولكن البندقية تحضر في هذا المساء حضورا مشرف كما عود جماهير هذا الشعار يحضر هنا في هذا الانطلاق مع تحديات البندقية. سلام البندقية، سلام، تهانينا لأجل الشحانية، التهنية موصولة لك يا أبو محمد على هذه القيادة المميزة. جار الله بن محمد بن عقيل وضي من وصل ثانيا بشعار أجني الشحانية وأيضا بقيادة البرنس، بينما ثالث المراكز وصلت أنقرة من أجني الشحانية مع المشاغب المركز الرابع. وصلت بيان لسعادة الشيخ ناصر بن علي بن أحمد الثاني، إبراهيم بن عبد الله بن إدريس المركز الخامس. المركز الخامس كان الوصول من أبعاد لسعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك الثاني مع مطر بن مبارك الوهيبي. هكذا مشاهدين الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن البندقية حضرت بتحدي وانطلاق كبير في هذه الاندفاع بتوقيت مقدار 12 دقيقة 49 ثانية 60 جزء من الثانية. تهانينا لأجني الشحانية، تهانينا للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل الذي قدم البندقية في هذا الشوط وقدم ضي على المركز الثاني في 12 دقيقة 50 ثانية 32 جزء من الثانية. تهانينا لأجني الشحانية وللبرنس أيضا جار الله بن محمد بن عقيل. أما ثالث المراكز فوصلت فيها أنقرة وتوقيت أنقرة هو 12 دقيقة و50 ثانية 92 جزء من الثانية. تهانينا لأجني الشحانية والتهنئة للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية.